علوم. حماس كبير ولياقة بدنية عالية نلاحظها عند مشاهدتنا لراكبي دراجات الهوائية الذين يتنافسون ضمن مسابقة افتراضية. إلى هنا تبدو الصورة عادية، لكنها تتغير تماما إذا عرفنا أن هؤلاء المتسابقين يقومون بتجربة على برمجية جديدة سيستخدمها فيما بعد مرضى شلل الرعاش أو الباركنسون. طبعا يمكن لهؤلاء المرضى ركوب الدراجة الهوائية في الهواء الطلق، ولكن لا يمكنهم التوقف لأنهم سيقعون. تعلمون جيدا أن مرضى الباركنسون يمكنهم المشي، ولكنهم يحتاجون لمساعدة شخص أو شخصين، في حين عندما يكونون على الدراجة الهوائية يمكنهم المحافظة على توازنهم. حسب باحثين من جامعة رادبود في هولندا، فإن ركوب الدراجات سيساعد مرضى الباركنسون على الحد من تطور المرض. هذا المرض هو أحد الأمراض العصبية المزمنة، ومن أهم أعراضه الرعاش وبطء الحركة وتصلبها، ما يؤدي أحياناً إلى فقدان التوازن. الباحثون يرون أن القيام بمجهود بدني في إطار مسابقة أمر إيجابي جداً. نحاول أن نركز على مفهوم المسابقة، بما تعنيه من التزام ومنافسة، وهذا أمر إيجابي جدا ومثير للاهتمام، ومن الأكيد أنه سيساعد في علاج المريض على المدى الطويل. الباحثون يؤكدون أن الرعاش سيقل بشكل كبير إذا شارك مرضى الباركنسون في مسابقة افتراضية، فالدراجة لا تجعلهم يتحركون بسرعة فحسب، بل تكسبهم الثقة في النفس وتبعد عنهم شبح الإحباط.